قانون السبب والنتيجة. إن قانون السبب والنتيجة هو أكثر القوانين الكونية عمقاً، وكلنا نعرف هذا القانون أو نسمع عنه، ومع ذلك فربما تجاهلناه واعتبرناه موضة قديمة. ورغم ذلك فهو يؤثر على كل لحظة من لحظات حياتنا. وينص القانون على أن لكل نتيجة حالية في الحياة سبب محدد، وأن كل فكرة أو كل سلوك يتولد عنه قوة طاقة تعود علينا بمثلها تماماً. إن ما نزرعه سوف نحصده. وقانون السبب والنتيجة من قوانين الطبيعة المطلقة الصماء. إن كل شيء يحدث نتيجة لسبب معين، ومن خلال وبواسطة ذلك القانون الصارم، سواء عرفنا ذلك أو لم نعرفه، فهمناه أو لم نفهمه، أو حتى قبلناه أو لم نقبله، ليس هناك شيء اسمه صدفة ولا حظ جيد أو آخر سيئا. إننا نحيا في كون تحكمه قوانين صارمة لا تقبل المساومات، وهي قوانين لا يستطيع أحد تغييرها أو خداعها أو التحايل عليها، وهي تواصل عملها بصرف النظر عن رأيك فيها وتوجهك نحوها. أدع للقانون وستجد النجاح والسعادة، أما إذا عارضته أو تجاهلته فلن تحصل عليهما. إن القانون بهذا العمق وبهذه البساطة أيضا. ولكل فعل رد فعل مناسب. إنك إذا خبطت منضدة بيدك فإن المنضدة ترد عليك بالمثل وتخبط يدك بنفس الدرجة، وإذا زرعت قمحا فإن رد فعل الأرض أن ترد إليك قمحا، وكذلك لو زرعت شوكا فسوف يرتد عليك شوكا. وهذا القانون يتجسد في حياتك بصورة يومية، سواء أدركت ذلك أم لم تدركه. إن ما تقدمه يرتد إليك، إلا أنه لا يرتد بنفس القدر. إن ما تقدمه يعود إليك مضاعفا خيرا أم شرا. ازرع حفنة ذرة وسوف تحصد شوالا منه، بل إن الشوكة الواحدة بداخلها 1000 بذرة جاهزة جميعا للنمو والتكاثر، وحياتك لا تختلف عن ذلك. النجاح مثل أي شيء له أسباب محددة، وكذلك الفشل. وهناك أسباب محددة للتمتع بالصحة، وأيضا هناك أسباب محددة للمرض. هناك أسباب محددة للسعادة وأخرى للتعاسة. وحتى تفهم كيف يؤثر قانون السبب والنتيجة على حياتك بتلك الدرجة، فإنك بحاجة لإجراء تحليل دقيق وإدراك ما فعلته في الماضي وأدى إلى تشكيل حياتك الحالية. وبعد أن تنتهي من ذلك، فلو كنت بحاجة للمزيد من نتيجة معينة، عليك أن تزيد وتقوي من أسبابها. وإذا كنت تريد تغيير نتيجة معينة، فلا بد أن تغير أسبابها. وأياً كان ما تحصده اليوم، سواء كان مقبولاً أو غير ذلك، فإنه النتيجة المباشرة وغير القابلة للتغيير لما قد بذرته بالأمس أو في وقت آخر في الماضي. والبشرى أنك تتملك السيطرة الكاملة على مستقبلك، لأن ما تزرعه اليوم سوف تحصده في المستقبل. وإذا أردت حصاداً معيناً أو نتيجة معينة في إحدى مجالات حياتك في المستقبل، فلا بد أن تزرع البذور المناسبة اليوم. إن أفكارك وسلوكياتك هي السبب وظروف حياتك هي النتيجة. إنما تفكر فيه اليوم يخلق بالمعنى الحرفي واقعك غدا بدون أي حجج أو أعذار أو استثناءات. إن مقولة كما تفكر سوف تصبح صادقة في الزمان الذي قيلت فيه، ولا زالت وستظل صادقة دوما. والقانون الكوني للسبب والنتيجة لن يزيغ ولا يستطيع أن يزيغ، فهو في حالة عمل دائم ونشط،
سواء قبلت ذلك أو لم تقبله. إن كل شيء في حياتك نتيجة لما تفكر فيه، وإذا غيرت من نوعية تفكيرك فإن نوعية حياتك ستتغير بنفس الثقة التي يلي بها الليل والنهار. وتغيير الخبرات الخارجية سوف يؤدي إلى تغيير في الخبرات الداخلية، وهذا هو القانون. والطريق الوحيدة التي تستطيع بها التحقق من صدق ودقة هذا القانون هي التطبيق الشخصي المباشر له. إنك بتغيير العمليات الداخلية لديك يمكن أن تحدث، وبالفعل ستحدث تغييرات في حياتك بسرعة مذهلة. وليس هناك شيء في حياتك، لا مشكلة صحية ولا مشكلة في العلاقات أو من الناحية المالية، لا تستطيع تغييرها بصورة دائمة من خلال تطبيق ذلك القانون. ازرع فكرة واحصد سلوكا. ازرع سلوكا واحصد عادة. ازرع عادة واحصد شخصية. ازرع شخصية واحصد قدرا. إنه حتى لكل شيء تتجاهله أو تتجنبه أو تؤجل القيام به أثر عليك، بل إن عدم فعل أي شيء بحد ذاته له أثر عليك، ونتائجه نتائج لا يمكنك الفرار منها. إنه ليس نظرية السبب والنتيجة، بل قانون السبب والنتيجة. وهو القانون الذي إن استطعت فهمه وتطبيقه فسوف تستطيع أن تغير حياتك فوراً للأحسن. كان هذا أعزائي الكرام نصاً بعنوان قانون السبب والنتيجة، وهو من مقتبس من كتاب برمجة العقل للمال، تأليف مجموعة من الخبراء وترجمة محمد شاهين. ولكي تبقوا على اطلاع أعزائي الكرام بمحتوى القناة عن تطوير الذات، فتفضلوا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم إشعار فور تنزيل أي فيديو آخر على قناتنا قناة الطريق نحو النجاح. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.